الجميل. تمام؟ بجوك شغل ضباط طيارين كده بتاع، لكن ذاك بجوك بعمر الجيش. فلكن المواطن بيكون مرتاح. انت ما تقول لي يا اخي انا مالي مال الاجل، انا مشكلتي هناك في المركز. تعرف عارف حبوبتك ما تمشي يا ذاك المركز، انت عميان من الخرطوم يا عبد الواحد، ما تمشي انت وغنمك المال ما تمشوا. شنو شافكين انا مركز ومركز وبتيخ وطماطم، هات سنين احنا الشغل اللي اشتغلناه سلحنا الناس ده ما احسن منك بيسبوبيت امشي برا. منو قال لك دول كل مره يخرج له 30 نفر ولا 50 نفر ولا 100 نفر ولا 200 نفر؟ ناس تخريج بالالاف يا زول. تخريج مفروض لو في اتفاق صحيح، لو في حركه كده قويه ضاربه في الارض، تخريج دفعه واحده 5000 ده كل حاجه، والدفعه الثانيه في الميدان. الدفعه دي اتخرجت، والدفعه الثانيه قربت تتخرج، والدفعه الثانيه خاشه يا دوب، والدفعه الثالثه خاشه في 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 في, في التفكيك بتاع السلاح. لكن 20 نفر ولا 200 نفر انا هنا بتاع بتيخ يا حبوب حبيب، انت منجم في مخك؟ طب ليه؟ تحمل يا زول؟ ما في حاجه اسمه يا بابا. الله ما قال فرعون بس غلطان وهامان صاحبه بس، لا الجنود ذاته غلطانين. الزول الجنجوي تلقاه دي يقتل ده، ما هو ترى المركز ذاك بديه سلاح وبقول له امشي اقتل. الزول البجي ده انت بس نعم زي عبد العزيز الهيلو حسي، النوبه شغالين كيف؟ حركه شعبيه شغاله كيف؟ قاعدين مخندقين، البجي بس نعم، البجي نعم، البجي نعم. تاني ما بمشوا، ما بمشوا في المركز هناك. بقول له انت ابوك راجل جيب تاني بس جيب علينا ندور شو باقي الليل ده، شوف تدق ودك نظيف. لكن وين للاسف الشديد، للاسف انت ما قاعد ترجم. لو ترجم هذول اللي بيجيبوا لك ده تاني ما بيجي. لو قال لك الطريق ده فيه اسد قلت وانت رفضت، قلت لا لا ما فيه، مشيت وحجمك وتخلصت منه تاني بتمشي؟ ما بتمشي. ما تجي تقول لي انا ما عندي مشكله مع الزول اصلا قاعد معي هنا، ما هو ده العاليه ذاته، ده الكل بينفذ، ده الكل قاتل. الله قال فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين كلهم في الجك سوا. لما اغرق فرعون خلى الجنود ما خلاهم، ما برضه لما انخش فرعون وهامان وجنودهما اطبق الله اليم عليه. ما ليه؟ ما هزار. الجندي بتاع الدعم السريع او الجنجويتي ده هو ذاته يقتل في ارضك، جا في ارضك في ارضك وارضك ده يقتل، تضربه يوميا دك يوميا صباح. انتو خير خير دك، ما تكون ما عندكم اي شغل، ده تشيلوا حقهم تدقوهم كده يوميا شرق غرب عشان تاخذوا راح. الله اداكم الرخصه قال لكم الدور اللي بيجي في ارضكم وارضه وارضكم اقتلوا. لا لان احنا بس الله جانا فرط وهم تبكي ليش نزعته. اقسم بالله قبل 3 شهور انا اخوي الجاي في ظهري يتوفى، لا قلت اخوي مات ولا وقفت من اللايف، ولا يوم وقفت من اللايف ولا يوم. ناس زي النمل يعني قال انا هنا والله ما عندنا مشكله. انت ما عندك مشكله مع الجنجويدي؟ الله يسهل لك حد. طبعا انت عارف تحياتنا، انا ما در ما في داعي لذكر اسماء، لكن دير ألمح لكم في الموضوع. أنا على حسب اللسان بتاع الزول الوراني قال لي الفرنسيين ومن باب الأمانة قالوا عبد الواحد ده بياكل شاورما كتير، وما من المفترض ياكل شاورما كتير. طبعا الخواجات ما بياكلوا شاورما كتير إلا ها صف 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 بس، ها بيديله الاثنين ها ها ها، لانه اصلا انا ما عندي مشكله مع زول يكون سمين، ولا عندي مشكله مع زول يبقى ابشر عظيم، لكن انا ضد الزول اللي بيبقى ابشر عظيم وهو ماسك قضايا بتاعت ناس. حتى لو انت بتاعت لايفات ابشر عظيم انت معناته ما عندك قضيه ولا عندك حم. مستحيل 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 انت تكون سمين وشحمان يا اخي، ما ممكن، انت كذاب. وبعدين انا ذاتي والله ما هو المشكله، ما انا كيف الناس
يخطوني في محل عبد الواحد ده. يعني مش انا يعني انا اجي ابقى درلي غفير ولا وزير، لا 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 لا، بس القبول الشعبي ده. انا لا بعرف امم متحده، لا بعرف امريكا، لا بعرف شيطان رجيم، بخط نفسي مع الميتين زي كرندا بدون رحمه، بلا رحمه، تعرف بلا رحمه. يا زول طرزي في امريكا ما عندي لك حاجه يا زول. شفت الافغان ديل كيف؟ دين دين هجر يا زول، دقوا كم سنه مع الامريكان، مع الامريكان. علي الايمان لما جو خاشين انا خدام نظر يكون اسلامي، ده ما جاخد انا، لكن لما جو خاشين بلد عاصمتهم دي اسمها شنو انا ما عارف. انت ما شفت الافغان الباقي ركبوا في الجناح بتاع الطياره من الله خلقك، مش الجناح، ما في تحت العجلات، والعجلات دي طوالي شنو بتنضم، كلكم عارفين الطيران. فالعجلات دي عندها نظام مناعي كده، ها اسمع شنو انا ما اعرف يا جماعه، الطيارين يا جماعه كويس. فلما نضل يضم اللاصاتك زي الناس الراكبين هنا ديل كلهم سقطوا من الجو. تخيل ركبوا كفته كده زي الطير في الطياره، والطياره قامت كده وقعت في زول بركب برا الطياره يا جماعه، كابول هاي في زول بركب نايم، خشوا كابل ده علي الايمان اي ابقى مفوت طلع. ده انا بعرفه ده. اي مره اي راجل شغل افهم من بتاع سوريا يا اخي، الناس دي اللي ندرش ابوهم ابو ابو بدر الليله قبال بكره. يعني ما ممكن ان دارفور كلهم قاعدين بس في المعسكرات في الزل والهوان يعني الناس الجو من برا يسيطروا على البلد وبياكلوا وبتشوفوهم عديل سيارات فارهه ومرتاحين وقاعدين، وانتوا اصحاب البلد اصحاب الحواكير تكونوا في معسكرات نزوه ولجوء، وفي النهايه تمروا بمعسكرات نزوه ولجوء وتمشوا الخلا عشان تزرعوا برضه يدقوكم ويختصموكم. لك دينك انا مرات كده بقوم بقعد براي كده باين كده، لكن بس بتحمل وبصبر، بس بقول اصلا في ضوء في نهايه النفق، في ضوء انا لازم اصحي الناس ده. واكثر ناس انا غضبان منهم نفرين بس، مني وعبد الواحد، خم الناس بالخلع، لكن الناس هسي يرفعوا الحاصل طبعا. والسبب الخلاب انه يعملوا كامباك، خليني من طوله الوقت في المشهد السياسي ده، في حاجات جديده كده جات في المشهد ده، عشان كده خلت الناس عملت كامباك. اول حاجه يعني 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 اول حاجه انا زول ما صغير وحامل كل الثقافات بتاع السودانيين، ولفيت كل المناطق السودانيه يعني مناطق كثيره جدا، وتعايشت مع كل القبائل السودانيه، وبجيب حاجه من ارض الواقع وشي ملموس قدامي هدى، والمشهد الماشي في الارض بعد الثوره ديسمبر المجيده في مستجدات في المحل ده في المشهد السياسي، انه في هيمتي وبعد هيمتي بعد ذاك شنو في انقلاب على حمدوك، وفي التفاصيل اي زول تابع لعبد الواحد طوالي اتاكد تماما. والناس اللي قاعدين في معسكرات النازيين واللاجئين وبفضل اللايفاتيه اللي بيتكلموا في الفيسبوك والمكالمات الصوتيه والتخطيط بتاع الجنجويد، الناس شد ارفوا الحاصل شنو بالضبط. كانوا يقول لا لا الناس خليه يصبروا، احنا جبنا يا اخي يا اخي حق شنو يا بابا؟ يا ترى حق انت بتتكلم فيه اصلا ده. حقك يا هدى عينك فوقه تنتظر يا اخي، ما باكل بيده ما بيشبع. تنتظر امريكا لو كان بيجيب حق، امريكا بالتلكل دي لو بتجيب حق ما كانت جابت لك حقك. يا اخي الاتحاد الاوروبي مد قروش لحميتي، حميتي عديد قال له حق وقف لنا الهجره الخير شرعيا. بني سوده الناس ليه ما بيقولوا حسين البشير سلموا للمحكمه الجنائيه الدوليه؟ ليه ما قاعدين يقولوا؟ خلوا الكلام ده ليه؟ لانه الكلام ده ذاته انا ما قاعد اقتنع به اصلا ذاته المحكمه الجنائيه الدوليه، خلينا قبال اللي كوشه بيجي. ليه ما قاعد يقولوا؟ لانه بني سوده فاس سلمت حميتي اليوم ذاك الناس قلبهم طمة، والطمة الكبرى قلبهم طمة 200 لما علي كوشيب جابه ولبس بدله وكرافته ولبس له نظاره وجا في المحكمه كشفوا كده ناس معسكرات النزوه واللجوء، قالوا دي المحكمه هاي
وفيه مهامي هاي والجريمه ثابته بنزل له مهامي هاي. الله ينعل ابو المحكمه الجنائيه الدوليه وينعل ابو اليوم الزور العصر ده قريبه مطمم مفتكرين ان المحكمه الجنائيه دي بس ضبع زي السودان اشنقوا مني راجل دوله يا اخي امشي يا سجمان انت ذا جنجويت رباط طبعا قاتل مجرم هسه طيب مني ده لو قاعد يتكلم زي انا ما برضه بتنبذه بكره بتنبذه يعني احنا ننبس مني ليه؟ ننبس طاهر حجر وناس جبرين وديل ليه؟ لانه سجمانين لانه ليه سجمانين؟ لانه انبطوا تحت الجنجويد ولانه داسوا على ثوره ديسمبر المجيده وداسوا على الجثث ليهم على الليله لو هم رجال من المفترض من المفترض اكرام الميت دفنوا كان يدفنوا الجثث ويرجوا احالهم من المعسكرات بتاع النزوح واللجوء ويددجوا السلاح في دارفور ويأمنوا الزراعه ويأمنوا احالهم واي دور بس على احالهم يردموا يا اخي ناس مني ذي القتلوا لهم قائد قائد عظيم جدا يا اخي ما قدر قالوا يا جماعه هاي يعني احنا حميدتي لو قتل 500 ما تزعلوا لو سالت حميدتي معناته السلام ده الطرشك يا سلام اتفاقيه صفقه تمت بيناتهم اي زول بلحط اي زول بيشيل له هناك قريشات بغط في جيبه التساكر الجبهه بريطانيا مني لو اداها للمعسكر ان شاء الله يديه لاهله ان شاء الله يقول له انصري لو اداها للمعسكرات النزوح واللجوء مش كان احسن مش كان احسن ياكلوها تساكر وبدل وكرافيتات انت شغال بك يا حبوب الموضوع ما كده يا جماعه انت باعتبارك موظف في الدوله بتقدم خدمه الناس بجيب معك زمنك بينتهي طوالي شنو تقول لهم ها وداعا يا جماعه انت مش تكون متقاعد امشي بيتكم تاخذ راحتك التاريخ بيسطر لك انك انت كده واحد اثنين ثلاثه ما في تعظيم ذات يعظم لك شنو شغل انت اخذته وراه مرتب فده المشكله ده الخلاف بيننا وبينهم وذاته من المفترض يعني يشوفوا لهم ناس كوادر كده يعني كويسه مؤهله يعني فانا ما اعرف زي سالفاكير يعني الزول اللي يقول لك انا والله انا ناضلت وانا لازم اكون رئيس عبد الواحد هسي في فكره انه لازم انا اجي رئيس نفس سالفاكير ممكن وربينه ذاته انتهوا ماشي بأوكاز ويقول لك بس ما أدري يدي ما أدري يدي ما أدري يدي الشباب عشان يكون حكم مدني وفي ديمقراطية وفي انتخابات لا 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 متمسك زي ده وصاحبه ذاك اسمه منو جلواك ولا اسمه منو أنا يا أخي الزول ده ما بقدر بمشي البدلة دي اللي يمشي الترزي يفسروها له ما قاعد يلبس بدلة عادية بيجيبوها من الاتحاد الأوروبي ولا بتاع إلا يمشي الترزي بفصل طبعا الجنوبيين بفصلوا بيد الجد يعني الفرنجي ده حقه إلا يفصل اسمه ما عارف إلا كله ما على بعضه مربع ذول لا قادر يمشي قدام لا تعرفه ماشي شرق لا غرب كده 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 بس أقول نفسه يعني لحط الجنوب ده ذول أكل ما خلوا الجنوبين الباقي ده عظام جسم حطب لا صح لا طرق كويسة لا بتاع بس كده لسه جاهز مكنكش انت منو يا زول؟ انت من المفترض لو ما الناس الماتوا وشالين البندقيه ما كان انت اصلا بقى. كيف تقول لو ما انا ما كان انا بس كده دي مش نفس الكنكشه بتاع صادق المهدي والاحزاب الكردونيه لا تنحن قرق وتاتي بمثله عار عليك اذا فعلت عظيمه ما ممكن تنحى الشمالين هناك تقول لهم انتوا احزاب كردونيه وسخوا وانت في نفس اللحظه رئيس بتاع الحركه وناطق الرسمي باسم الحركه النائب ده احنا ما بنعرفه بنعرف عبد الواحد بس كده بص اي والله بص انا اي بس نقى وناس يقول لك عبد الواحد خد احمر يا اخوي جاب لك شنو؟ انا لو ابوي ما كسى امي وامي بس تعبانه ومشلحته وبتاع يعني بس بيني وبينك هو طبعا انا بخدته عشان هو ابوي والاثنين كده لكن بيتهد كده يعني انا بقول اخ الله يا ابوي ده ظالم امي دي والله ولا ما كده زول 20 سنه ما جاب لكم شفتها تبشى ساعي مره تاكلوها ماكم ماله يعني منه شو؟ والله احمد ده قوس وكده رايك شنو في الجلد بتاع الكيزان والمركز ده رايك شنو؟ انا زول ما متناقض تك من طرف لاي زول ذاته